بلادنا تخلد اليوم المغاربية للطفل تحت شعار التعليم ضمان لحماية الطفل من التشرد والانحراف. لوحات متنوعة في المعرض الجماعي الأول لجمعية الشباب الفنانين التشكيليين الموريتانيين. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون: التأمين الصحي الاختياري الأولوية للمواطن. بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى السيد أدما بارو رئيس جمهورية غامبيا الشقيقة، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأشدد رئيس الجمهورية لناظره الغامبي حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. عربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان لها اليوم عن أحر تعازيها إثر وفاة المرحوم بإذن الله محمد المحمد سفير بلادنا لدى الجمهورية التونسية. وفي ما يلي نص البيان: تلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله محمد المحمد سفير بلادنا لدى الجمهورية التونسية. وأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ليرفع بهذه المناسبة الأليمة باسمه واسم معاونه كافة أحر التعازي القلبية إلى أسرة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلدت بلادنا على غرار نظيرتها في دور اتحاد المغرب العربي اليوم المغاربي للطفل، الذي حددت الدول الأعضاء تاريخ 17 فبراير من كل عام يوما لتذكير الأجيال الناشئة بضرورة تعزيز العمل المغاربي المشترك. وقد خلدت بلادنا يوم الطفل المغاربي لهذا العام تحت شعار التعليم ضمان لحماية الطفل من التشرد والانحراف. التعليم ضمان لحماية الطفل من التشرد والانحراف، شعار خلدت تحت يافطته وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة من خلال مركز الحماية والدمج الاجتماعي للطفل يوم الطفل المغاربي المصادف للسابع عشر فبراير من كل عام. لا شك أن رعاية الطفولة في بلادنا كما في بلدان المغرب العربي والعالم أجمع تواجه تحديات كبيرة، فالتسرب المدرسي ومخاطر الانحراف التي تيسرها الأنماط الأخلاقية المتناقضة التي تبثها وسائط الاتصال المعاصرة، كل ذلك جعل الأسرة والمدرسة والمحضرة أمام منافسة غير شريفة في تربية الناشئة على القيم الفاضلة. واستجابة لتلك التحديات أنشأ قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة نظاما وطنيا لحماية الطفولة في معظم ولايات الوطن، يرأسه السادة الأولى وتشارك فيه مختلف المصالح التربوية والصحية والأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتيسير حل المشاكل التي يواجهها الأطفال. مديرة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للطفل أكدت أن بناء أجيال متعلمة ضمان لمستقبل زاهر، مبرزة دور المركز ومساهمته في تنشئة الأجيال على النهج الصحيح. يسعى مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في مهامه إلى المساهمة في حماية الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة بصفة عامة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الوساط الطبيعي للمجتمع من خلال فروعه المتواجدة في كيفا ونواذب وروسو وألاق ودار النعيم والميناء والترحيل، لتأهيل الأطفال ورعايتهم وتقديم لهم بعض الخدمات وخاصة التعليم وإعادة الأطفال المتسربين من المدارس إلى فصولهم الدراسية. وكان الطفل الحسن والخطري قد ألقى كلمة باسم الأطفال تمنى فيها النجاح والازدهار لأطفال موريتانيا ونظرائهم في دول المغرب العربي، كما ثمن عناية قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالطفل ودور المركز في دمج وتأهيل هذه الفئة الهامة. وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين في تخليد اليوم المغاربي للطفل، الذي يعد فرصة للتذكير بضرورة السعي للدفع بالعمل المغاربي المشترك خدمة لأجيال المستقبل.
احتضنت قاعة العروض بالمتحف الوطني مساء أمس المعرض الجماعي الأول الذي تنظمه جمعية الشباب الفنانين التشكيليين الموريتانيين. تضمن هذا المعرض لوحات متنوعة تناولت مختلف جوانب الحياة العامة. تسعى جمعية الشباب الفنانين التشكيليين الموريتانيين من خلال تنظيم هذا المعرض الجماعي الأول إلى إبراز أهمية الفن التشكيلي الذي يعبر عن هوية المجتمعات والحضارات. رئيسة الجمعية ألقت كلمة شكرت فيها قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان على دعمه لأنشطة الجمعية الرامية إلى ترقية الفن التشكيلي وقيامه بدوره التثقيفي للمجتمع. واليوم كان ما شاء الله معرض لاقى استحسان الناس وعجبتهم، وان شاء الله هذه لا البدايه، مازلنا ان شاء الله نعدلوا معارض جماعيه ومعارض فرديه. وشاكرين وزير الثقافه والصناعه التقليديه والعلاقات مع البرلمان معالي الوزير السيد محمد بن محمد على تشجيعه، كان تشجيعنا اكبر دعم قد نجبره معنوي، وان شاء الله هذا مازال محتاج لياسر من العمل ومن الدعم وتكاتف الجهود ياك تنجح مهمتنا وتنجح ينجح هدفنا. اللوحات الفنية التي تحكي واقع المجتمعات والحضارات زينت بها قاعة العروض بالمتحف الوطني ولقيت استحسانا من طرف الجمهور الذي تعرف من خلالها على ماضي شعوب وحضارات تركت بصمات أظهرت قدرة الإنسان على الإبداع والتميز رغم الظروف المناخية الصعبة والوسائل البدائية المتوفرة آنذاك. بصرتنا متواصلة وفي ملفها تتابعون التأمين الصحي الاختياري الأولوية للمواطن، سجلت بلادنا خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المنظومة الصحية شملت بناء مستشفيات عمومية وأخرى متخصصة، كما تعززت هذه المستشفيات بالكوادر البشرية الوطنية وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تطوير الخدمة الصحية على عموم التراب الوطني. الصحة العمومية أحد العناوين البارزة في العشرية الأخيرة، خرجت من شرنقة الإهمال والتسيب ليطلع القطاع المعني بها بدوره الأساسي والمتمثل في تزويده بالأطر والكفاءات العلمية القادرة والناصحة وتصحيح المسار بما يتلائم مع احتياجات البلد من منشآت صحية مجهزة يعمل بها كادر طبي متمكن، وذلك وفق مستويات قاعدية ومتوسطية ومرجعية إدارية قادرة على تسيير القطاع. البنى التحتية الصحية لا تحتاج إلى دليل، وبمقارنة بسيطة بين عدد المستشفيات والمنشآت الطبية قبل 10 سنوات وما يتوفر منه اليوم على أرض الواقع يبدو الفرق جلياً، فما كان يعد على أصابع اليد بات يقدر بالعشرات. ليس هذا في مجال المنشآت الصحية الكبرى فحسب، وإنما أيضا وبشكل أكبر على مستوى المراكز والنقاط الصحية التي كانت تعد بالآحاد ويشار إليها بالبنان وأصبحت تعد بالمئات وتنتشر في القرى والتجمعات السكنية والمدن الكبرى. وبلغة الأرقام فيما يتعلق بسيارات الإسعاف مثلا، لم يكن يتوفر منها سوى بضع سيارات، أصبحت الآن مكونة من 120 سيارة موزعة على عموم التراب الوطني وتساهم بفعالية في نقل الحالات الاستثنائية للعلاج في المراكز المعنية. تشييد المستشفيات واكبته عمليات تجهيز لها بالمعدات والوسائل إضافة إلى توسعة طاقتها الاستيعابية. ما يميز المنشآت الصحية الحديثة في بلادنا هو توجهها نحو التخصص وشموليتها في نفس الوقت. المركز الوطني لأمراض القلب أحدث منشأة من نوعها في موريتانيا لعلاج أمراض القلب، يعتبر منشأة فريدة في تصميمها وفي ماهيتها، جاءت في وقت ارتفعت أسباب الوفاة بأمراض القلب لتقلص نسبة الوفيات بها وتحد من طلب السفر للعلاج في مشاف خارج البلاد. مركز أمراض الكبد والفيروسات هو الآخر، شكل نقلة نوعية في التشخيص والعلاج لمثل هذه الآفات الصحية، خصوصا مع تقدم خطط التلقيح والوقاية من هذه الأمراض. مركز تصفية الكلى جاء في الوقت المناسب للمساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وبتكاليف زهيدة. المركز الوطني للإنكولوجيا صرخة في وجه أمراض السرطان وآلية استشفائية فعالة للحد من التكاليف الباهظة لعلاج مرضى السرطان بالنسبة لمحدود الدخل.
مصالح صحية عديدة للوقاية والعلاج شهدتها المنظومة الصحية في بلادنا، كما تم استحداث مراكز لعلاج أمراض وجراحة العظام والحروق والمركز الاستشفائي للتخصصات الطبية وبناء وتشييد مدرسة عليا للصحة العمومية. وفي مجال صحة الأم والطفل تم تسجيل انخفاض وفيات الأطفال والأمهات وارتفاع نسبة التلقيح وانخفاض نسبة سوء التغذية وتراجع حمى الملاريا والأمراض السارية. كل هذا تم إنجازه في ظل نظام فعال للرقابة على الأدوية، جهود جبارة تفتح آفاق هذا القطاع الذي ينمو باضطراد لإنشاء مراكز بحثية في مجال الصحة العمومية وبناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية. مشاهدنا الكرام، نشرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل. نشرات الأخبار على الموريتانية في حلة جديدة، فقرات إخبارية عديدة طوال اليوم، تغييرات في مواعيد المواجز والنشرات الإخبارية. الموجز الإخباري على تمام الساعة 11:00، نشرة الظهيرة الساعة 1:00 زوالاً، موعدان إخباريان على تمام الساعتين 3:00 و5:00 بعد الظهر. مسائية الموريتانية تبدأ من الساعة 7:00 مساء إلى غاية 10:00 قبل منتصف الليل. النشرة الثقافية على تمام الساعة 7:00. نشرة الأخبار بالفرنسية على تمام الساعة 7:20. نشرات الأخبار بالبولارية السلوكية الولفية الساعة 7:30. النشرة الرئيسة في موعدها على تمام الساعة 8:00. النشرة الرياضية على تمام الساعة 9:00. النشرة الرئيسة باللغة الفرنسية في موعدها المعهود 9:30. مسائية الموريتانية تتضمن أيضاً فقرة ضيف المسائية، النشرة الأخيرة في موعدها منتصف الليل. انتظروا مسائية الموريتانية قريباً على الشاشة. تم إنشاء ثانوية امتياز في مدينة واليبو 2013، يدخل ذلك في إطار ترقية التعليم وتحسين جودته ضمن مقاربة دعم نوعية التعليم وتعزيز مخرجاته. جاء قرار السلطات العمومية بإنشاء ثانويات للامتياز في إطار خطة تستهدف تطوير المناهج التربوية ورفع مستوى التلاميذ والطلاب. وفي مدينة واليبو تم افتتاح ثانوية الامتياز عام 2013، وتقوم بدور محوري في تحسين جودة الأداء التربوي وتعزيز قدرات الطلاب. المؤسسة تم إنشاءها 2013 بها حتى الآن في 14 قسم تدرس فيها 380 تلميذي موزعة على 14 فصل في المستويات مرحلة إعدادية من سنة أولى إلى رابعة، ومرحلة ثانوية فقط سنة خامسة وسادسة. السنة تفتقد سنة البكالوريا نتيجة السنة الماضية كان عندنا 4 تلاميذ فقط في السنة السادسة وتم تحويلهم للمقشوع. هذه المؤسسة بالطبع هي مؤسسة من أحسن مؤسسات ثانويات الامتياز، وذلك يبرهن النتائج التي تم الحصول عليها خلال هذه السنوات الثلاثة للمؤسسة. وتواكب رابطة آباء التلاميذ جهود الأسرة التعليمية وتقوم بدور التشاور والتنسيق مع القائمين على العملية التربوية. هنا على مستوى نواليبو معنا إدارة ومفتشية مقاطعية يعملوا معنا في كل سيابية، ولا هم مشكلة هم شيء مشحود عن طواقم رابطة آباء التلاميذ. على مستوى كل مدرسة يوجد مكتب عنده رئيس بتشكيلة تامة في المكتب المقاطعي، في المكتب على مستوى الولاية، المكتب الجهوي. ومشاكل التعليم كيف تعرفوا في مشاكل جمة فيها شيء يتعلق بالآباء أنفسهم فيما يعني سلوك أبنائهم وحثهم على المراجعة، وفيه شيء يتعلق بالدولة. وقد حققت ثانوية الامتياز في نواليبو إلى جانب بعض ثانويات في المدينة نتائج معتبرة في المسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بمختلف التخصصات الأدبية والعلمية. أصبحت بلدية الغبرة في مقاطعة باركي وتتوفر على غرار باقي البلديات المجاورة لها في مثلث الأمل بمؤسسة تعليمية عصرية ابتدائية وإعدادية، ذلك بعد مرور حوالي سنتين على تدشين
وكالة التضامن لإعدادية مكتملة وسط بلدية الغبرة إلى جانب المدرسة الابتدائية. لم تعد بلدية الغبرة ذاك الحي البعيد الذي ارتبط اسمه قديما بمناخه المتذبذب مع فصول السنة، بل أصبحت هذه المدينة الآهلة بالسكان قادرة اليوم بما حظيت به من اهتمام من لدن الدولة على مجابهة أخواتها من المدن التي تتسم بالعصرنة والتقدم. التعليم مثالا تحول في بلدية الغبرة من مرحلة إلى مرحلة يتحدث عنها طواقم التدريس بشيء من الأريحية. تحولت هنا سنة 2002 في هذه السنة بالضبط، من تلك السنة إلى الآن وأنا أدرس هنا في الحوزة الترابية لهذه البلدية. درست في 4 مدارس تبعد كل منها 7-6 كيلوات 4 كيلومتر. البنايات البنى التحتية كانت متهالكة جدا. إذن مع مجيء الرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز بدأ التعليم ينهض في هذه المنطقة. مثلث الفقر التي ينتمي إليها هذه البلدية كانت من مشاكلها الكبرى مشكلة التعليم. فالأمية كان نسبتها تبلغ 99% أظن، لم أبالغ. إذن المدارس لم تكن موجودة ولم يكن موجودا أي شيء. سابق مجيء حكم محمد عبد العزيز جزاه الله خيرا الذي حول مذلل الفقر إلى مذلل الأمل. اهتمام الدولة بالتعليم أولا ثم بالاستثمار في البراعم والأطفال لقي صدى كبيرا لدى الساكنة، خاصة منهم القاطنين في هذه المناطق النائية من الوطن. هذه المدرسة شكلا ومضمونا نحن نعتز بها ونقول عنا حصلنا عليها، لو كان اللي ما صدفة اجبرنا رئيس الجمهورية قد ما نحصل عليها، يعني نعتبروها نموذج كيف المدارس النموذجية اللي عدلت في موريتانيا وعادت تعطي دفع للترك اللي قد يقرأ. كانوا عندنا الشاشرة نمشوهم شورة الحريث من ساعة اللي طانا مولانا القراية متى نمشوهم شورة، وكنا نمشوهم شورة السرحة متى نسرحهم وحلين مدن الله لقاء. خلاصة الكلام أن التعليم في بلدية الغبرة يبدو بخير، وأن جميع الظروف التي يتطلبها هذا الواجب الوطني قد جعلتها الدولة في خدمة الأسرة التربوية. تشكل المقاهي المنتشرة في العاصمة فضاء لاستنشاق الهواء الطلق وكسرا لرتابة أجواء العمل بمختلف أنواعه وجو المنازل من جهة أخرى. زميل يعقوب الصوفي تناول الموضوع في التقرير التالي. من أمام مقاهي العاصمة وعلى واجهة الطرق الرئيسية يتجمع هؤلاء في هذا الهواء الطلق لشرب الشاي التقليدي، ويتبادلون الحديث حول القضايا المتعلقة بالتجارة وبالأعمال المختلفة التي تدر عليهم بالنفع المادي، إضافة إلى كسب ومعرفة أشخاص جدد لديهم خبرات في مجالات هامة. كما توفر هذه المقاهي فضاءات مناسبة تكسر رتبة أجواء العمل في المكاتب والمحلات التجارية ومختلف ورشات العمل، وتخفف أيضا من رتبة جو المنازل من جهة أخرى. المقاهي هنا فتحت فضاء للشباب كامل، خاصة اللي منه عاطل عن العمل واللي مولي يشتغل، وفسحة للتواجد بين الشباب وتبادل الآراء. في الوقت مولي فسحة لنا جو المنزل وجو العائلة وجو الأصدقاء، خاصة عن معظم الأصدقاء يبغي يجابر في المقاهي، تبادل أطراف الحديث وتبادل الخبرات وتبادل الآراء. معظم الشباب راكنين تريت معتمع دام عند المقاهي عاد فسحة للشباب. المقهى هون تجي الناس، والله المقاهي عموما تجي الناس هون، عندي عنها لا أغلبها لا الشباب، وتجي لا للتخفيف من ضغط الدار المنزل والشي، تجي هون العمل مولي، وتجي هون في صا واحدين هون يجون هون يشتغلوا، وهون واحدين صرفوا عن روسهم، وهون واحدين يجون هون عندهم قضايا ذكرية وذنو يناقشوها وذا الشي. في أشي مفيد، في هون واحدين عندهم علاقات جديدة مفيدة اقتصادية وذا الشي. الوافدون إلى أرض الوطن من جانبهم يرون أن المقاهي تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار المفيدة مع أصدقاء جدد، الأمر الذي يخلق فضاء للتعارف البناء بين مرتادها. بالنسبة للمقاهي أول شيء يعني ستريس ديال العمل كتخف عليك وتخفف عليك، تا من ناحية البيت بنادم لا تم قاعد في البيت يعني شو الملل، تجي القهوة يعني تلاقى بناس جداد أصدقاء جداد
وحتى بالنسبه للعمل يعني كيعودوا عندك افكار ثانيه وكتلاقى مع ناس يعني بحال الناس ديال التجاره كيكونوا علاقات تجاره مثلا الصناعه يعني كتريح مع ناس كتاخذ منهم خبره. بالنسبه للقهوه فضاء اجتماعي يجوه جميع الاجناس يجوه طاقم من الشعب الموريتاني وفيه الشعب المغربي وفيه الشعب التونسي والشعوب هي كامله في الحقيقه واحده. وكما تعرف جهوني خرسوا ماتش وبرفا ياخذوا الاراء مع بعضهم بيناتهم للتفويج وليشرب القهوه وشرب تاي والحمد لله جو تبعهم في موريتانيا والعادات والتقاليد الموريتانيه زاد مولي زينه ونحن فرحانين زاد بوجودنا هون موريتانيا. تستقطب هذه المقاهي مختلف الفئات العمريه من الوطن وخارجه بغية الترفيه عن النفس والتمتع بالأجواء الطبيعية إضافة إلى كسب علاقات جديدة ومعارف متعددة تساهم في نشر الوعي المدني الهادف. مشاهدينا الكرام نشرتنا متواصلة بعد الفاصل. بيجل والهميد ما الذي أضافته لكم رئاسة؟ مساره السياسي وأهم محطاته المهنية. موضوع الحلقة الأولى من برنامج مسار. التنقيات من تها واحدة نقصا يغير اسمه بيرداء سيعدلوه بيرداء على بيت عنها. مسار يأتيكم مساء الأحد على تمام الساعة العاشرة. في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بغية تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ضمانا لاستفادتهم من مزايا تلك الخدمات التي تشكل رافعة رئيسية للتنمية، تم بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز جعل التأمين الصحي شاملا لكل مواطننا وذلك عبر التأمين الصحي الفردي الاختياري. ملف النشرة يستعرض خلاله الزميل عبد الحميد سالم أبعاد هذه الخطوة الرائدة في شبه المنطقة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء وقاية أي مجتمع أو بلد ينشد الرقي والنماء والتنمية. وفي إطار وعيها المبكر بأهمية الصحة عملت السلطات العمومية في بلادنا على تحسين الخدمات الصحية عبر الحصول على علاج جيد وأدوية ناجعة وبنى تحتية صحية تستجيب لتطلعات المواطنين. أنشأت الدولة الصندوق الوطني للتأمين الصحي كنام الذي بدأ العمل العام 2007 عبر تأمين عمال الوظيفة العمومية والبرلمانيين قبل توسيعه إلى عمال الدولة والشركات العمومية والمحامين وأئمة المساجد وعمال قطاع الصيد ليشمل فيما بعد جميع المواطنين بأمر من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز في خطوة رائدة بشبه المنطقة. الإجراء الجديد اللي قابلت الدولة من أجل توسيع التأمين الصحي على هاي الشرائح من المجتمع اللي ما كانت داخلة في إطار التأمين الإلزامي اللي كان موجود على مستوى البلد، الدولة تعتبر الآن الصحة والتعليم عنهم روايات أساسية واستراتيجية لأي بلد، اللي الشعب مريض ما هو منتج ومكلف والشعب هو اللي جاهل ما ولا يعود منتج ولا يتطور. وهذا هو اللي يشرح الأهمية العاطية رئيس الجمهورية له القطاعات الاثنين اللي هم الصحة والتعليم واللي تظهر في العام جميع زياراته في الداخل لا بد من يزور إما مدرسة وإما مركز صحي. ذي الإطار له الدولة
من 2005 أسست المؤسسة اللي قالها الصندوق الوطني للضمان الصحي، وكلفت بالمهمة الأساسية اللي هو تنظيم الضمان الصحي لمستوى البلد. ومن 2005 سنة هو عمله 2007، ومن 2007 سنة بشرائح معينة، سنة بالموظفين، وعقب توسع إلى القطاع الخاص، وعقب توسع وراء ذلك إلى المهن الحرة، ودمج على سبيل المثال الأسلاك وسلك المحامين والأئمة، وعدلت الصندوق من الاتفاقية مع نقابات ومنظمات مهنية كيف اتحاد أرباب العمل وكيف الاتحادية الوطنية للصيد من أجل إدماج هذه القطاعات اللي هم اللي فيهم الشريحة في ياسر من المواطنين. وفي التوسعة بقات مشكلة، بقات عن جانب ياسر من الشعب اللي هو يشتغل في القطاع غير مصنف، ما عنده ارتباط مهني مباشر مع مؤسسة معينة، مع شركة والله، مع منظمة. بعد لا بد من يتياك تم الهدف اللي هو توسيعة النظام التأمين الصحي، لا بد من يجبر الطريقة لإدماج العدد الكبير من السكان اللي ما فات لحقته التأمين الإلزام. وفي الإطار هو اللي قبلت الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية القرار أن تفتح تأمين اختياري مفتوح لجميع المواطنين الموريتانيين. هذا يعتبر خطوة جبارة في هذه المنطقة كاملة. لأول مرة جميع المواطنين على مستوى البلد وعلى مستوى الوطن عندهم يقدوا يعادلوا ضمانهم الصحي مبالغ نعتبر عنها زهيدة مقارنة مع تكلفة الصحة على مستوى البلد. وإذا هذا يعتبر تتويج للعمل اللي قام به الصندوق من 2005 إلى الآن، ويعتبر مولي تتويج للجهود اللي باذل الدولة من أجل الآن ضمان الصحي أنه يشمل جميع الموريتانيين. التأمين الصحي البردي الاختياري الشامل أو التأمين الصحي للجميع يخضع لشروط مبسطة ويتيح للمواطن العديد من المزايا والخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين الصحي. حالاً 2019 جاء أمر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أنها تفتح قدام جميع المواطنين ليكون تأمين صحي شامل يونيفرسال اختياري. هذا التأمين الشامل اللي يفتح اليوم قدام جميع المواطنين نادر في المنطقة، وهذا التأمين الشامل الاختياري يفتح قدام المواطنين لإعطائهم فرصة فعنهم يعود عندهم تأمين صحي باشتراك، لكن الاشتراك كان يتمثل فعن رجال يعود وحده ما هو ما عنده ما هم وعيل أسرة، يعود 4000 وقية قديمة ل 400 وقية جديدة شهريا. يعود أسرة، يعود المؤمن الرئيسي اللي هو والدهم على سبيل المثال يدفع 300 وقية جديدة ل 3000 قديمة، ويدفع عن كل واحد من الأسرة ضافه معه الزوجة والله الأطفال، يدفع عن كل واحد من ضافه شهريا 1000 وقية، معنى عنه 3000 وقية عنه هو قديمة زايدة 1000 وقية قديمة عن كل حد من أفراد الأسرة ضافوا عليه. مكونات ملف هذا التأمين يتمثل في عنه عند منين يجينا إرقاش ينعطوه لائحة بأسماء البنوك، يخرص هو البنك اللي يختاره ملائم له، لا يجبر مقابل اسم البنك رقم حساب كرم يفرصي فيه ذاك الاشتراك. عند منين يكون يفرصي له يعطوه وصل، ذاك الوصل مكونات ملفنا نحن هو شنو عنه، ذاك الوصل اللي يعطي البنك يجيبونا يجيب لنا نسخة من كاردون ديتو وصورتين ثلاثيات اللي هو لعاد وحده، لعاد معها أسرة لا يجيب لنا وصل البنكي معاه صورة من كاردون ديتو اللي هو صورة من كاردون ديتو لزوجته للعائلة عقد زواج اللي هو عقد مرياج، ويجيب مستخرج عن كل واحد من أطفاله أقل من 21 سنة وصورتين شمسيات عن كل عنه هو وعن الزوجة وعن كل واحد من الأطفال. بهذا عند من يجيب لنا مكونات هذا الملف عاد عنده تأمين صحي اختياري فردي. هذا التأمين يفتحه قدام، يفتح له الخدمات اللي قدم لكنا لأي واحد من المؤمنين عنده.
بإمكان كل مواطن موريتاني مباشرة إجراءات الحصول على التأمين الصحي الاختياري بنفسه وفق إجراءات مبسطة. فتحنا المجال ديال التأمين الاختياري للأشخاص، وهذا التأمين لين جينا رقاش نسولوه مثلا كان واحد ولا معاها رواقيش، لين نقعد معاها رواقيش نعدلوا له حسابه حسب عدد الرواقيش اللي معاه، وعدل الدفع عند البنك وجيبنا الملف يتكون من نسخة بطاقة تعريفه والدفع البنك اللي عدد، وعاد معاه زوجة عقد زواج ونسخة من كاردانديتها ومستخرجات الشاشرة وصور الجميع، وإذا عاد واحد جبنا نسخة من كاردانديته هو والدفع البنك اللي عدد وصورتين منه. هذا هو مكونات الملف. التأمين والصحة الشامل يشكل لبنة هامة وخطوة بالغة الأثر في توفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين وتحمل جزء كبير من تكاليف وأعباء العلاجات. صراحة هذه القضية اللي فتحت هذا الجديدة ذمنها بي اللي شفت أنها فيها نتيجة على المواطنين اللي ما كان صراحة تحول المواطن البسيط أنه قد يأمن رأسه وأسرته، لازم أن يعود يشتغل في الدولة ويعود عنده مؤسسة والله يشتغل مؤسسات، بالتالي عاد شيء شخصي أي شخص قد يحق له أنه قد لا يأمن رأسه ونشوف أنه مفيد في المصلحة العامة وفي فائدة للمواطنين. والله إلا خطوة حساسة وجبارة اللي مهمة تماما به اللي هون من المرضى اللي ضعاف ولا عندهم شسوة هو شنو هو، واللي منهم تعرض لحالة مرضية يبقى لحشنا في عجز، والله هي العات اللي عنده ضمانة لزايت وحتى ولا جزاهم الله خيرا اللي مفيد تماما اللي مفيد للغاية تماما. هذه الخطوة الشجاعة الأخيرة في فتح الباب للجميع في التأمين الصحي مسألة جيدة وكانت مطلب للجميع، والحمد لله اللي تحققت في الآونة الأخيرة هات ظاهرة ملموسة والمواطنين مستبشرين بها، وهذه قطعا خطوة جبارة وشجاعة، وإحنا كمواطنين نقدر المجهود للحكومة وفخامة رئيس الجمهورية وشاكرينهم عليه. هذه فرصة فتبارك الله زينة به اللي كانت مؤهلة أصلا للموظفين، وكانت تلنتي مرضى رقاش قاعد في الهم لا بد له من اي طلب والله تجمع له القبيله والله دهر كامل دارك، فتبارك الله عندهم فرصه للمواطنين كاملين بصفه عامه، هم اللي شيء خفيف ماهو شيء خارج من الامراض اللي ما تقصر خارج تداوى مبالغ مكلفه ما كان حد قد يداوى، والحمد لله هذه فتبارك الله فرصه جيده كل المواطنين فتبارك الله رانا مشجعينها. الرئيس يجازيه بالخير، افتح له مجال الكرم عاد عند الناس كامل، الناس ياسر منها فاصل فيها، وعنده ياسر من الأمراض المزمنة اللي يابد داله من ياسر من التكاليف ويابد داله من ياسر من شيء يعود ما هو عنده، عاد فاتح مجال ياسر من شيء وجزاه الله خير. الإجراء الجديد بتعميم وشمولية التأمين الصحي لكل المواطنين الموريتانيين يأتي في إطار تنفيذ سياسة لا مركزية خدمات التأمين الصحي الأساسي والخدمات الصحية بشكل عام ضمن نهج اعتمدته الحكومة خلال العشرية الأخيرة شعاره الأولوية للمواطن. نهاية هذه النشرة، هذا تذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء. بلادنا تخلد اليوم المغاربية للطفل تحت شعار التعليم ضمان لحماية الطفل من التشرد والانحراف. لوحات متنوعة في المعرض الجماعي الأول لجمعية الشباب الفنانين التشكيليين الموريتانيين. وتابعتم في ملف النشرة لهذه الليلة، التأمين الصحي الاختياري الأولوية للمواطن.
نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله.